السلام عليكم جميعا ومرحبا بكم على قناة فرونسي افيك ليرا. إذا أصدقائي صديقاتي، هذه القناة اللي فتحناها جديدة من أجل تطرق إلى مواضيع تهم الطلبة والطالبات اللي ناويين إن شاء الله يمشيوا لفرنسا يكملوا الدراسة ديالهم. سوف نتناول في هذه القناة إن شاء الله تطرق إلى مواضيع تخص TCF والديلف والتاف، كما سوف نتكلم إن شاء الله عن كل ما يخص الدراسة بفرنسا. إن شاء الله غادي يكون أول فيديو في القناة سوف نتكلم فيه عن الفرق ما بين TCF والديلف والتاف بالتفصيل وبالشرح الممل، حتى يتمكن كل واحد فيكم أنه يعرف شنو الفرق، وبالتالي أنه يعرف شنو الامتحان اللي يصلح ليه وما بقيش يسول مرة أخرى. إن شاء الله نتمنى قناتنا الإعجاب ديالكم ونكونوا عند حسن ظنكم. فما تنساوش الإخوان والأخوات تشجعونا بلايك وتابعونا في القناة وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. كان هذا فيديو فقط لتكلم بصفة عامة وبشكل سريع عن القناة والنشاطات ديالها. إن شاء الله نتمنى تنال الإعجاب ديالكم، وإلى فيديوهات إن شاء الله أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.